موضوع حلقة اليوم قانون التنفيذ الشرعي في المحاكم الشرعية. هذا القانون الذي بدأ العمل به بتاريخ 1/11/2016. هل هناك تنسيق بينكم ما بين المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون؟ الآن فقط إحنا بنتابع القضايا الشرعية مثل ما حكيت بخصوص المادة 19 فقط التي صدر بها أحكام أو التي نفذت وموجودة لدينا قبل 29/10. لما نيجي نتحدث عن التنفيذ النظامي هنا في عنا استشكالات، أعتقد أن التنفيذ الشرعي لم يعالج موضوع الاستشكال.